دخل فريق كرة اليد سيدات بنادي الزمالك مرحلة الجد ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد من أجل تحقيق الحلم الكبير بالوصول إلى منصات التتويج التي اقترب منها الفريق بقوة بعد الأداء المميز في المواسم الماضية والتدعيمات والاستعدادات القوية للموسم الجديد. واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن محمد عبد السلام المدير الفني وكابتن محمد الأحمر المدرب العام على خوض عدد كبير من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز الفريق للدوري. ومن المقرر أن يبدأ فريق يد سيدات الزمالك مشواره في مسابقة الدوري للموسم الجديد يوم 20 ديسمبر المقبل بمواجهة الزهور، قبل أن يخوض مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الثانية، ثم مواجهتي سبورتينج وسموحة بالإسكندرية في رحلة البحث عن انطلاقة قوية تمنح اللاعبات ثقة المنافسة على كل الألقاب. وحرصت إدارة نادي الزمالك على تدعيم الفريق بعدد من الصفقات القوية، حيث تعاقد يد سيدات الزمالك مع الخماسي منة الله الحناوي وآية طارق وسلمى عبد الرازق وجنة الله محمد وفريد الشرقاوي. بينما تضم عناصر الفريق الأساسية العديد من اللاعبات المميزات أمثال مريم عمر وساندي قاسم وسهيلة خالد ويمنى مصطفى وسارة يحيى، بجانب قائدة الفريق صاحبة الخبرات نورهان أشرف. ويستعد الفريق بكل قوة، حيث بدأ فترة الإعداد مبكرا منذ الأول من يوليو الماضي في ظل حرص الجميع داخل قلعة البطولات على اعتلاء منصات التتويج في الموسم الجديد.